نفسي هذا الشكل النضالي الوحدوي الذي دعا له التنسيق الوطني الوحدوي الذي يضم مجموعة من التنسيقيات إلى جانب الزملاء في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الفنو، ردا على هذه الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الباترونة، حكومة رجال الأعمال القطاعيين الكبار الذين جاءوا لكي يجهزوا على كل الحقوق والمكتسبات التي ناضل من أجلها من سبقونا، جاءوا لبيع المدرسة العمومية، لخصخصة هذه الخدمة، جاءوا لإخراج نساء ورجال التعليم من نظام الوظيفة العمومية. هذا النظام الأساسي الرجعي يكرس الخصخصة. في السابق كان الأساتذة وأطر الدعم مفروض عليهم التعاقد يشتغلون خارج هذا النظام الأساسي، الآن تم إخراج الأساتذة النظاميين أو رسميين القدامى من نظام الوظيفة العمومية وإدخالهم إلى هذا النظام المشبوه والرجعي الذي سيجهز على ما تبقى من مكتسبات. هذا النظام الذي جاء بالعقوبات والزجر لنساء ورجال التعليم ولم يأتي بأي جديد من حيث الامتياز أو حيث الزيادة في الأجور على الأقل مقارنة مع باقي الموظفين في القطاعات الأخرى التي تم الزيادة في أجورهم وتغيير أرقام استدلالية بشكل واضح. لماذا تصر هذه الدولة وهذه الحكومة على إهانة رجل التعليم وتفقيره واستعباده؟ لماذا كل هذا الهمجية وهذه الهجمة الممنهجة ضد نساء ورجال التعليم؟ ما تروجه أبواق الدولة وأبواق هذه الوزارة، ما يتلفظ به الوزير بن موسى الذي يجهل ملفات الشغيلة، والعالم شاهد شطحات هذا الوزير وهو يتحدث عن النظام الأساسي ويتحدث عن خرافات تؤكد أن الرجل يجهل هذا الملف، تؤكد أن التكنوقراط لا علاقة لهم بالتدبير السياسي. نريد رجال انبثقوا من رحب هذا الشعب لكي يسيروا قطاعات هذه الدولة، أما التكنوقراط فهم مجرد أدوات وظيفية على الأقل لا يفهمون حتى القطاعات ولا يدركون حتى الملفات التي يدبرونها. لذلك نقول من داخل هذا التنسيق الوحداوي أن معركتنا ابتدأت اليوم، المعركة معركة استرجاع كرامة الأستاذ ورجل التعليم ابتدأت اليوم وستستمر حتى إعادة رمزية الأستاذ وإعادة الهيبة والمكان الاعتباري التي كان يحظى بها الأستاذ في الستينات والسبعينات وإلى غاية الثمانينات. وتحيه. النظام الاساسي الذي خرق الدستور، يعني لم يحترم القوانين الدستوريه. ما عرفنا هذا النظام الاساسي منين نزل، واش نزل من الفضاء ولا ما عرفنا. وهذا النظام الاساسي يسعى الى تحقير الاستاذ، تحقير الاستاذ ودمس يعني حقوق الاستاذ واقبار المدرسه العموميه وحرمان التلميذ من التمدرس. ونحن ك 17 هيئه الان اليوم استطعنا ان نتوحدوا وننظموا هذا الاحتجاج اللي هو عادل ومشروع مضمون من حق الدستور، ونعيد وزاره التربيه الوطنيه وموسى بالتصعيد والاسراع في حال حاله هذا الملف، اسقاط النظام الاساسي. تحيه نضاليه لاولياء الامور والتلاميذ ديال المؤسسات منطقه بني مكاده. اليوم تواجد التنسيق الوطني الذي يضم من بين مكوناته الجامعة الوطنية للتعليم بالإضافة إلى 17 تنسيقية وجمعية في الميدان التعليمي، كنتواجدوا طبقا لتنفيذ البرنامج النضالي اللي سطرناه، باقي برنامج نضالي آخر في الأسبوع الآخر اللي هو صحوب مسيرة في الرباط يوم 7 نوفمبر. اليوم كنتواجدوا في طنجة لتنفيذ الوقفة الاحتجاجية يوم الخميس 26 أكتوبر، متواجدين اليوم ضدا على نظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم اللي كيسميوه نساء ورجال التعليم نظام المآسي. علاش كيقولوا له نظام المآسي؟ لأن جاء للإجهاز على مجموعة من المكتسبات السابقة. كنا نطمح إلى نظام أساسي لكي يزيل فتيل لهذه الاحتجاجات والحركات اللي كاينه في الساحه التعليميه، لان الهدف ديالنا هي مدرسه عموميه
لأبناء وبنات الشعب المغربي، بالإضافة لكرامة نساء ورجال التعليم. لكن فوجئنا بنظام أساسي فيه العقوبات لنساء ورجال التعليم. باش ما نطولش، غادي نقول بأن المطالب ديالنا اليوم اللي خارجين عليها إسقاط نظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم اللي كنسميوه نظام المآسي. كنطالبوا بزيادة في الأجور لجميع نساء ورجال التعليم، وكنطالبوا بالحريات النقابية، حريات نقابية وعلى رأسها قانون الإضراب، بمعنى نجرم سرقة الموصوفة من أجور المضربين. كما نطالب بمدرسة عمومية لأبناء وبنات الشعب المغربي يدرس فيها جميع طبقات الشعب المغربي من الفقير إلى الغني، حتى نكون فعلا في مدرسة عمومية فيها مقومة الشروط لبناء مغربيين متقدمين متطور. هذا ما نطمح إليه، هذا هو الأساس اللي جايين عليه. كنجيو وكنشتغلوا حنايا على جوج ليفولي، المدرسة العمومية من جهة، بالإضافة إلى كرامة نساء ورجال التعليم. أم طبيعة الحال من اللي غتكون كرامة نساء ورجال التعليم، المطمح ديالنا هي كرامة الشعب المغربي كامل، وانتم اللي جزء منه. تحياتي لكم وشكرا. هذه المسيرة الاحتجاجية هي تعتبر اليوم الأخير وتتويج للمحطة النضالية التي دامت ثلاث أيام ابتداء من 24 25 26. فهاد المسيرة هذه كتجي تنزيل للبرنامج النضالي الذي دعا إليه التنسيق الوطني لقطاع التعليم. فالتنسيق الوطني لقطاع التعليم عنده واحد مجموعة ديال المطالب ديال الفئات التعليمية، من بينها هو إسقاط النظام الأساسي، ثم عد نشوفوا الملفات الأخرى، وبالتالي فهذه بداية للتصعيد ضد هذا النظام. وإذا شفنا التنسيق الوطني الذي يتكون من 15 تنسيقية بإضافة إلى نقابة اللي هي التوجه الديمقراطي ديال الجامعة الوطنية للتعليم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.